وهذا الموضوع الحقيقة لافت جدا للنظر. انتوا عارفين احنا في الكورونا يا جماعة كنا بدأنا قصة كده متعلقة بالتعليم اونلاين، يعني كل اللي عنده عيال في المدارس كان بالتأكيد مطلع على تجربة حصص الاونلاين عبر زوم وعبر تيمز وعبر مش عارف ايه وحاجات كتير كده، وفي ابليكيشنز نشأت وفي ابليكيشنز ما كانش حد واخد باله منها كبرت، وفي ابليكيشنز جديدة خالص ظهرت وما الى ذلك، وبقينا بنشوف عيالنا قاعدين لابسين طبعا من فوق لبس مهندم ولطيف وظريف، وغير كده تلاقيه قاعد بالبيجامة بقى، لابس بطلون بيجامة تحت وحاجات زي كده وشورت النوم والجو ده. فالولاد كانوا بيدرسوا وبيتعلموا وما الى ذلك الحصص المدرسية العادية جدا اونلاين. الاقي ان في تجربة دلوقتي مدرسة كلها على بعضها اونلاين. طب بتعلم مين؟ بتعلم ولادنا اللي في فلسطين، تحديدا في غزة بفلسطين المحتلة. مين عمل المدرسة؟ مصريين. أستاذ تامر أنور المعلم والمؤسس لمبادرة تعليم أطفال غزة، أهلا بيك يا أستاذ تامر. أهلا أهلا استوديو استاذ حضرتك يا فندم. إيه الأفكار النيرة دي؟ ربنا يسعدك يا رب. أفكار نيرة وإنسانية وكبيرة ومحترمة وفاعلة حقيقي يعني. متشكر يا فندم والله، وشكرا على المقدمة الجميلة. لا ده أنا اللي بشكره، ما برضه يعني الواحد ما جاش على باله، واحد زي حالاتي ما يجيش على باله فكرة زي كده، أنا راجل برضه على قدي. حضرتك لا لا العفو يا فندم. والمؤسسين فكرتوا في ده، قول لي الفكره بدات ازاي واختمرت ازاي، وازاي قدرت تتجمع الناس علشان تعملوا ده، وهتفعلوها ازاي لاطفالنا في غزه؟ طيب هو هقول لحضرتك على احنا المشروع على ثلاث مراحل. اولا الباك جراوند بتاعتنا ان احنا من اول كوفيد واحنا شغالين المدارس الاونلاين دي للمصريين في الخارج. حلو. ونجحت معاهم بشكل كبير جدا ومستمره حتى بعد ما كوفيد خلص والناس حبوا الاونلاين وبقت ثقافه الاونلاين بدات تنتشر بشكل كبير عندنا في الوطن العربي الحمد لله. واحنا قاعدين مع بعض شفنا اللي بيحصل طبعا في غزه وعاوزين يكون لنا دور ايجابي، وطبعا احنا عارفين ان مفيش انترنت دلوقتي في غزه مستقر يعني. أيوه. فقلنا ان شاء الله باذن الله الحرب تنتهي، فلما تنتهي الحرب هيبقى في قصه اعاده اعمار غزه وما الى ذلك، فهيكون بناء المدارس امر شق وبياخد وقت كبير جدا، فلازم نجهز من دلوقتي حل بديل سريع نكون احنا جاهزين ان شاء الله اول ما تنتهي الحرب بان احنا يكون عندنا مدرسه اونلاين يتم تجهيز المنهج بالكامل فيها، بحيث ان طلاب غزه يقدروا يدخلوا بشكل فليكسبل يعني اي وقت هو عاوز يدخل يلاقي المنهج كله مشروع فيديوهات وتحت كل فيديو تقييم او اكسرسايز على اللي شافه في الفيديو، بحيث انه كمان يطبق على اللي فهمه، كل ده على منصه على بلاتفورم خاص بالمنهج الفلسطيني مجانا. وده دي المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. مجانا طبعا. مجانا طبعا. طبعا احنا كنا محتاجين جيش من المتطوعين، فاحنا اعلنا حمله على الفيسبوك وطلبنا متطوعين، فجالنا اعداد بالالاف حرفيا والله يا استاذ يوسف بالالاف، تواصلوا معانا ودخلنا وقعدنا نفلتر الناس دي على حسب الجوده، انه اشطر مدرسين اتقدموا لنا اخذناهم وبدانا نقدم المحتوى المجاني باعلى جوده لطلابنا في فلسطين. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وقربنا ننتهي من الترم الاول من صف اول ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، قربنا ننتهي من تسجيل المحتوى بالكامل وان شاء الله نكمل المنهج بالكامل. والمرحله الثالثه ان احنا ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هنخرج لايف، هنشرح لهم لايف، طلابنا ان شاء الله يكون الوضع اختلف ويكونوا يقدروا يدخلوا لايف معانا بشكل منتظم، ودي المرحله الثالثه نفسنا نوصل لها. طيب خلال حضرتك انا بطلب طلب يعني، معلش تحت امرك حضرتك تحت امرك، يا ريت يا ريت يا ريت نقدر نوصل صوتنا للحكومه الفلسطينيه ووزاره التعليم في فلسطين. السنه دي هيكون صعب جدا على طلابنا انهم ينتظموا في مدارس، والسنه الدراسيه ممكن تروح عليهم، فاتمنى ان هم يتعاونوا معانا، احنا مش عارفين نوصل لهم، ان هم يعترفوا بالدراسه الاونلاين من خلال مدارسنا باي شكل من اشكال الضمانات والجوده والمراقبه ووضع الاختبارات من جهاتهم، اي شيء، المهم ان السنه دي ما يروحش على طلابنا فرصه التعليم خلال السنه الدراسيه الحاليه. طيب انا تعالى هطمنك الاول على انه هذا البرنامج يعني حظنا الجيد جدا، وبجهد يعني زملائي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى اولا توفيقه، جهد زملائي الاعزاء هذا البرنامج يشاهد مشاهده
مش عالية الكثافة، أعتقد أنه الأكثر كثافة في الأراضي الفلسطينية كلها الحمد لله والشكر لله. وعليه أقدر أقول لك أنه بالتأكيد وإحنا بنتكلم دلوقتي فثق أنه دوائر الحكم في فلسطين يعني تشاهد وتسمع. أدي واحد. اتنين، إحنا مستعدين نشتغل لحضرتك الجسر، ابعت لنا كل البيانات، كل البيانات، واحنا هنبدا نتواصل مع الجانب الفلسطيني وهنعرفهم بيكم ونوصلكم مع ونوصلكم على بعض. حقيقي ده احنا هنعمل ده في اقل يعني وقت ممكن بامر ربنا سبحانه وتعالى. متشكر جدا جدا لدعم ده احنا اللي متشكرين، ده احنا اللي متشكرين جدا. طب عندي سؤال بقى، يعني لما كنتوا بتعملوا كده هل صادفكم او دورتوا انه في جهه اخرى او مؤسسه تانية او مجموعه اخرى بتحاول تعمل نفس الفكرة أو عملتها وسبقتنا مثلا؟ والله ما حصلش، يعني للأسف الشديد يعني كان كنت أتمنى طبعا وإلا كنا تعاوننا سوا، ما حصلش. إحنا اللي جالنا من داخل فلسطين إنهم بيشكروا ومبسوطين جدا الوضع أو اللي إحنا بنعمله، وقالوا إن الموجود حاليا ما هو إلا مجموعة فيديوهات متفرقة على يوتيوب بيعملوها المدرسين بشكل اجتهادي. أيوة. لكن إن يتم تجميع ده في شكل منهج متسلسل منتظم يدخل الطالب بيوزر نيم وباسورد ويكون فيه عليه درجات وتراكنج لمستواه والاداء والكل ده، للاسف ده ما حصلش خالص. والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا ان احنا المنهج الفلسطيني كله موجود ديجيتال على الانترنت، وده اللي ساعدنا ان احنا نجيب المنهج الفلسطيني وندرب عليه بقى طلابنا مدرسينا المصريين. فيعني الحمد لله. انت عارف يا استاذ يوسف، كان عندنا تحدي كبير جدا ان احنا المدرسين المتطوعين الشاطرين كانوا قليلين، فلقوا مجهود كبير جدا ضخم. قال لك انا متطوع هعمل 36 درس، يعني 36 فيديو 36 باوربوينت، لا احنا ما اتفقناش على كده. فعملنا ايه؟ قلنا له هنخف عنك، عملنا منحه للتدريب على عمل الباوربوينت، وتقدم للمنحه دي 1000 معلم، خدناهم وعملنا لهم دوره تدريبيه لعمل الباوربوينت، وهم بيجهزوا الدروس باوربوينت ويدوها للمدرس الشاطر ده، يقول له اتفضل يا فندم عملنا لك نص الشغل، اتفضل ادخل قدام الكاميرا وصور. فالحمد لله احنا مش عاوزين ناس تتفلت مننا، عاوزين ندي الاجر لكل الناس يعني. فالحمد لله في ملحمه بتتم دلوقتي في المدرسه عندنا الحمد لله. طب ده شيء رائع. طيب طبعا عندي برضو سؤال، احنا دلوقتي مثلا بنستخدم باوربوينت صح؟ طيب هل 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 من الممكن انه المعلمين دول بدل ما ناخد وقت في مساله التدريب وما الى ذلك، اظن في تولز كتير بتاعه ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي تقدر تاخد ده وتروح محولاه باوربوينت ونسهل على نفسنا ونسرع الاجراء ولا ايه؟ بيحصل بالفعل ده خلال الدوره بيتعلموا ده، ان هو ازاي تدخل زي مثلا المواقع زي جاما بتدخل لها البي دي اف تطلعه لك باوربوينت، بس برضه السنس بتاع الفيتشر لازم يفضل موجود طبعا، يعني الفيتشر بيقول ايه اللي ينفع يتحط في الباوربوينت وايه اللي لا، يعتبر حشو اشيله، يقول المدرس احسن ما يبقاش مكتوب قدام الطالب. فاحنا برضه ايه بنحاول نستخدم الارتفيشال انتليجنس وكمان بندخل بقى السنس بتاع الفيتشر في الموضوع يعني. رائع 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 رائع، ليكم مننا كل تحية وتقدير، وبإذن الله ربنا يقدرنا ونساعدكم كل المساعدة اللي نقدر نعملها حقيقي. عايز اسمع مع حضرتك يا استاذ يوسف ان شاء الله المرة الجاية، وانت بتبارك لنا على الاعتماد للشهادة الفلسطينية الاونلاين بإذن الله خلال برنامج حضرتك يعني إن شاء الله، وقريبا والأمور تبقى أكثر هدوءا هناك عندنا في فلسطين، وإحنا هنا في مصر هنفضل طول الوقت مع أهالينا هناك. أنا بشكرك جدا يا أستاذ تامر. شكرا يا فندم. ألف شكر. شكرا لكل الشكر أستاذ تامر أنور، معلم ومؤسس مبادرة تعليم أطفال غزة.